بصبح عليكم مرة تانية، وخلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي شبورة مائية خفيفة الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وكمان وسط سيناء. بالليل في نشاط للرياح على بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة شوية. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 43، وأقل درجة حرارة في رفح 31 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.